درسنا اليوم طبعا من جدول واحد إلى تسعة وإلى عشرة جدول العدد طبعا القسم العدد واحد يعني أي عدد نقسم على واحد يطلع لنا نفس العدد خمسة قسمة واحد يطلع لنا خمسة سبعة قسمة واحد يطلع لنا سبعة وهكذا بالنسبة لجدول العدد صفر أي عدد نقسم على صفر الناتج صفر سبعة قسمة صفر صفر ثمانية قسمة صفر صفر بالنسبة لجدول العدد اثنين وهو النصف نجيب نصف العدد أربعة ما هو نصّة نصف اثنين إذا قسمنا على اثنين عشرة قسم اثنين يعني ما هو نصف العشرة وهو الخمسة إذا ستة ما هو نصف الستة وهو ثلاثة الخمسين نصف الخمسين وهو خمسة وعشرين أو أقدر بقطع العد أيضا أروح أخذ لي عشر قطع هذه عشر قطع اروح اوزعها على على ثنتين هادي ثنتين وهذا ايضا ثنتين وهنا ثنتين اوزعها على ثنتين وهنا ثنتين نلاحظ ان كم ثنتين هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أو أقدر أسوي نقاط إذا أنا ما عندي قطع قطع العد أسوي نقاط إذا أقول هنا أسوي عشر نقاط عشر نقاط وهنا عشر هذا عشر نقاط ونقول هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا طلع علينا خمسة عشرة قسمة اثنين خمسة شكرا لكم بالنسبة لجدول العدد ثلاثة وهو ثلث العدد طبعا ما يعرف الطلاب ثلث العدد كم ثلث العدد تسعة وإنما نقدر إحنا نمثلهم على قطع العدد عندنا تسع قطع هذه ثلاث وثلاث ثلاث تسع قطع وزعهم على ثلاث وهنا على ثلاث هذه ثلاث وهذا على ثلاث قسمنا هذه التسع, ال... التسع القطع على ثلاث هذه إذن واحدة ثنتين ثلاث إذن صار الجواب ثلاثة أقدر أيضا بالأصابع أروح هذه أصابعي أوزع أقسم كل أصبع على ثلاث قطع لين يطلع لي الناتج تسعة شوف لاحظ أن الناتج هنا تسعة أبغى أحسب لين يطلع الناتج تسعة واحد اثنين ثلاثة هذا الصبع استخدمنا أربعة خمسة ستة صبعين ما وصلنا للتسعة بعدين سبعة ثمانية تسعة وصلنا للتسعة إذا استخدمنا ثلاثة أصابع إذا الجواب ثلاثة شكرا لكم بالنسبة لجدول العدد أربعة أروح أجيب نصف العدد مرتين يعني ربعة يعني ستة عشر ما هو نصفة ثمانية ما نصف الثمانية يطلع الجواب كم أربعة مثلا اثنين وثلاثين ما هو نصف اثنين وثلاثين ستة عشر وما نصف الستة عشر ثمانية إذن الجواب ثمانية العشرين ما هو نصف العشرين عشرة وما نصف العشرة خمسة أجيب مرتين أنصاف العدد مرتين ثمانية وعشرين ما هو نصف أربعة عشر وما نصف الأربعة عشر سبعة هذا بالنسبة للقسمة على أربعة أقدر أيضا أطلعها بالأصابع إذا قالينا طبعا ستة عشر قسمة أربعة أروح أحسب كل أصبع أربعة حتى أن أوصل لستة عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذا استخدمنا اربع اصابع إذا ستة عشر قسمة اربعة الجواب اربعة شكرا لكم جدول العدد خمسة نفس الطريقة اما استخدم قطع العد ايضا او انا استخدم الاصابع او في فكرة جميلة ان قطع من 10 قسمة خمسة اروح اذا كان في صفر اهمل الصفر. واجيب ضعف العدد ما هو ضعف العدد واحد اثنين مثلا ثلاثين قسم خمسة في صفر اهمل الصفر واجيب ضعف العدد ثلاثة الجواب ستة اذا كان عندنا خمسة عشر مثلا هذا عدد فردي ما في صفر اروح احط فاصلة يعني كان قسمت على عشرة صارت لنا واحد ونص، ما هو ضعف الواحد ونص؟ الجواب ثلاثة اثنين خمسة وعشرين ما في صفر إذا أحط فاصلة اثنين ونص، ما هو ضعف اثنين ونص؟ الجواب خمسة، إذا ضعف العدد بالنسبة للعدد خمسة، أقدر أيضا بالأصابع إذا قال لنا في هذه المسألة عشرة. قسمة خمسة أروح أحسب كل أصبع خمسة حتى أوصل لعشرة خمسة عشرة أو إذا استخدمنا صبعين إذا الجواب اثنين شكرا لكم بالنسبة لجدول العدد ستة وسبعة وثمانية وتسعة كثير من الطلاب إنه يستصعب عليهم إيش نسوي إحنا أروح أضيف إلى العشرات فقط هني العشرات صفر أضيف في في جدول ستة أضيف واحد في أول عددين صفر زائد واحد الجواب واحد إذا ستة قسمة ستة واحد اثنى قسمة ستة الجواب اثنين لأن أضفنا للعشرات واحد إذا واحد زائد واحد اثنين إذا كان من ثمانية إلى ثلاثين أضيف اثنين أروح أقول ثمانية قسمة ستة أضيف هنا للعشرات اثنين إذا يطلع واحد زائد اثنين الجواب ثلاثة أضيف إلى العشرات اثنين اثنين زائد اثنين الجواب أربعة ثلاثين قسمة ستة أضيف إلى العشرات اثنين إذا اثنين زائد ثلاثة الجواب خمسة وهكذا بالنسبة للعدد ستة بالنسبة للعدد سبعة نفس الشي كل ثلاث تعتبر يعتبر مرحلة سبعة قسمة سبعة واحد 14 قسمة 7 2 أضفنا للعشرات هنا واحد وهنا أضفنا واحد وهنا نضيف واحد واحد زائد اثنين الجواب ثلاثة ثمانية وعشرين قسمة سبعة أضيف إلى العشرات اثنين إذا هنا اثنين وهنا اثنين ثمانية وعشرين قسمة سبعة إذا الجواب أربعة خمسة وثلاثين قسمة سبعة الجواب خمسة وهكذا بالنسبة لجدول العدد سبعة وستة شكرا لكم جدول العدد ثمانية قسم إلى مرحلتين اللي هو الأعداد اللي أقل من أربعين وأعداد أقل من ثمانين كل بداية صفر تبدأ أيضا أو كل بداية أحد وثمانية تبدأ مرحلة جديدة يعني ثمان وثمانين مرحلة جديدة أضيف هنا ثلاثة إلى العشرات هنا نضيف واحد للعشرات أقل من الأربعين ثمانية قسمة ثمانية نضيف واحد صفر زائد واحد الجواب واحد ستة عشر قسمة ثمانية أضيف واحد واحد زائد واحد الجواب اثنين أربعة وعشرين قسمة ثمانية أضيف هنا اثنين اثنين زائد اثنين الجواب أو عفوا نضيف واحد نضيف واحد يساوينا ثلاثة لأن هذا اللي أقل من أربعين نضيف واحد اللي أكبر من أربعين نضيف اثنين ثمانية واربعين قسمة ثمانية أضيف اثنين أربعة زائد اثنين الجواب ستة وهكذا بالنسبة لجدول عدد تسعة أضيف إلى العشرات واحد في المرحلة الأولى وهي أقل من تسعين إذا صفر زائد واحد 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 زائد واحد اثنين اثنين زائد واحد ثلاثة ثلاثة زائد اثنين عفوا ثلاثة زائد واحد أربعة أربعة زائد واحد خمسة وهكذا بالنسبة للعدد تسعة من 54 قسمه 9 راح اضيف 1 الى العشرات 5 زائد 1 الجواب 6 هذه المرحله المرحله الثانيه تبدا من 99 إذن نضيف هنا 2 9 زائد 2 الجواب 11 شكرا لكم